الدائرة مفهومة مجددا. إذا تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية برج بوعريج لأجل انهيار بناية تتكون من طابقين على مستوى حي 5 جويلية بلدية ودائرة برج بوعريج. العملية جندت لها مصالح الحماية المدنية وحدات كل من الحمادية عين تغروط مجانا، كل الوحدات القريبة إذا جندت لتدخل لهذه العملية. لحد الآن أسعفنا 7 أشخاص والعملية تبقى جارية للبحث عن ضحايا محتملين إثر انهيار هذه البناية. Thank you.